هو عندنا بالفعل احصاءات بتقول ان في اكتر من مليون نوع تعرضوا للانقراض من المخلوقات، فده بيؤثر بشكل كبير. والله اكتر من كده بكتير، يعني اكتر من مليون. لسه هسال فعلا الرقم ده رقم واقعي؟ انا كنت حاسه انه مبالغ فيه. لا والله هو بصراحه مش واقعي، لان هو اكبر من كده بكتير. يعني الكائنات اللي اتاثرت، عاوز اقول لحضرتك الحاجه، هي حوالي 40% من سطح الكره الارضيه، من سطح الارض يعني، معرض ل يعني عليها تاثيرات وعليه ضغوط. فبالطبع الكائنات اللي محتكه من مساحه ال 40% ده عليها برضه لها تاثيرات، بما فيها بقى الكائنات اللي يعني الانسان قد يكون عنده القدره ان هو ينتقل، يقدر يعني يشوف بدائل لاماكن اخرى، ولكن في كائنات هي خلاص محدوديه استمرارها فهو المكان ده. فاحنا فيعني يعني الاعداد بالظبط تحديدا يعني قد تكون اكبر من كده بكتير. ابرزها ايه يا دكتور؟ نعم، ابرزها ايه؟ يعني بنتكلم في مليون صنف من العالم اختفى. لا مش ابرزهم إيه؟ لا في بعض النباتات اختفت، في بعض الحيوانات بدات ما عادش تكون موجوده، في بعض الحشرات. عاوز اقول لحضرتك الحاجه، كل كائن طبعا ليه وظيفه، ربنا خلقه. مفهوم يعني الكلام، يعني اعظم 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 قيمه لل هي دوره حياتيه، ده بيأثر على ده بيأثر على ده. اعظم قيمه للكائن هو وجوده في الكون، لان احنا اللي خلقه ربنا يعني، فخلقه بقدر، وهي منظومه يعني. وجود خلل في كائن بيأثر على كائنات اخرى، لان زي ما انت حضرتك بتقول انها هي سلسله مترابطه ببعضها بالكامل. طب ايه ابرز كائن اثر اختفائه على يعني دوره كامله من دورات الحياه مثلا؟ هو يعني في بعض الكائنات اللي تاثرت لفتره زمنيه، مثلا لو احنا جينا نقول مثلا زي بوردان، تاثر في فتره من الزمن، يعني طائر ابو وردان ده في فتره من فترات الزمنيه بسبب استخدام المبيدات تاثر، فده كان ليه تاثير مباشر سلبي على طبعا سلبي على الزراعات، لانه هو طبعا احد الكائنات اللي بتقوم بتطهير الارض من بعض الحشرات او بعض الكائنات اللي هي لها يعني تاثير على الزراعه. احنا اصطدناه كتير فالاراضي الزراعيه تضررت. لا اصطدناه يعني واستخدام المبيدات، يعني اصلا كانت فكره يعني الفكره اللي كان باعث اكبر لفكره يوم الارض هي كانت من سنه 62، يعني كان كتاب اسمه يعني في مؤلفه امريكيه كانت الفت الكتاب يعني في سنة 62، بيقول بتحذر الناس من فرط استخدام المبيدات. يعني ورغم ان كان في الفترة ديت ما كانش استخدام المبيدات بالشكل اللي هو يعني مقارنة باللي احنا فيه، لان استخدام المبيدات ما هو بينعكس، ما هو بيلوث التربة، بيلوث بس الوعي ده ما كانش موجود، بالعكس كان المزروعات اللي مرشوشة مبيدات ده كانت الناس بتقبل عليها لانها بتبقى واثقة انها ما فيهاش آفات. ما كانش لسه في مرحلة الوعي ان دي مركبات كيميائية ضارة بتدخل جسم الانسان وبتترسب في الخلايا. يعني ما هي حضرتك هي اللي هو الموضوع، يعني العلم اكتشاف، يعني طب. يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم على يعني اكتشف، هو يعني تم اكتشاف المبيدات او تصنيعها واستخدامها، ما كانش فيه البعد الاخر اللي هو السايد افكت. لا ايه ايه التاثير السلبي، التاثيرات العرضيه اللي هي ممكن، التاثير الجانبي اللي هي ممكن تستخدمه، وهل استخدمها لحد ايه؟ لان كان في الاول في فرط في استخدام بعض المبيدات. فطبعا لما ظهر يعني كل شيء بيظهر له السايد افكت بتاعه، فبيبدا يتخذ الاجراءات اللي هي تعديل فيه او الحد منه. يعني في طبعا في ادويه كتيره كانت موجوده واتمنعت لان اثبت لاحقا ان هي لها اضرار. فهو العلم في تحديث مستمر تراكمي كمان، يعني كل حاجه يعني بنكتشف ما بعدها لما بنقف تماما عند النقطه اللي واقفين عندها ونتامل اللي بنوصله. احنا عندنا في مصر محميات طبيعيه كتير، يمكن 30 محميه طبيعيه، وده مش هنبقى بنبالغ لو قلنا وصلنا انه ممكن يصل لثلث مساحه مصر. لا هو اقل من ثلث مساحه مصر بكتير، يعني احنا اقل من ثلث مساحه مصر، ولكن هو يعني احنا هي مصر طبعا فيها ميزه ان احنا من يعني تعتبر من اوائل الدول العربيه واوائل الدول في الشرق الاوسط اللي قامت باعلان المحميات، لان المحميات دي احد اهم الادوات لصون التنوع البيولوجي وصون اجزاء من الارض. لان طبعا يعني صعب ان كل الدول تحط قيود على او تحط يعني اجراءات
مشددة لاستخدام مساحات من الأرض، لأن هو عبارة عن إيه؟ إن أنت يعني المحمية ده عبارة عن إيه؟ إن مساحة محددة بيتم تنفيذ عليها قانون مش بيمنع الاستخدام، ولكن بالاستخدام بالشكل المستدام. لأن يعني هو المطلوب في العالم كله، أو فكرة يعني الفكرة اللي العالم كله بيسعى لها الوقت حاليا هي إيه؟ هي الاستدامة. الاستدامة بكل أنواعها بقى، يعني الاستدامة يعني هم بيسموها التنمية المستدامة، لكن لا، هو استدامة في كل حاجة.